اذا كنتوا عايزين تقعدوا في البطوله، عايز اشوفكم كل ماتش زي النهارده ان شاء الله، زي ماتش فريب يعني، ماتشات كتيره جدا لو انتم موجودين. يبقى لان اللعيبه ديت عشان ما عندهاش الخبرات بتاعه البطوله، لو اتحطت تحت ضغط هتبقى الامور صعبه. عشان كده دايما انا دايما بناشد بجمهور واتسون اللي انا بحترمه جدا وبحبه، هيكون عامل اساسي في وجود واتسون ان شاء الله في السنه الثانيه على التوالي، لان هي درجات لازم انت بتثبت نفسك. السنه دي انت السنه اللي فاتت قعدت الحمد لله، السنه دي في وسط الامكانيات اللي موجوده بكل امانه، والفرق كلها متقاربه. نتائج انت شايف النتائج عامله ازاي؟ ما تعرفش مين هياخد البطوله ومين هينزل في اخر مباراه في الدوري. اتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا في الفتره اللي جايه.